Et donc les CPU, les sont installés. Donc درتوا يعني مجهود بارك الله فيكم مقارنه بالبيوت الاخرى، لكن لازم التجار هذا مد لهم اجهزه الكترونيه رفيده واشراك مؤسسكم الصغيره. وي زالي جاني دي فون عدد التجار في فازا فوق العدد 700 فوق مش كافي يعني العدد هذا مش كافي. درتوا مجهود مقارنه بالبيوت الاخرى لكن هذا العدد مش كافي. شارك المؤسسة المصغره الشباب يسترزقوا معكم وهذا العدد قد مشيت باحثا يرشف ان شاء الله عدد التجار في فازا فوق ال 1000 فوق ال 5000 رفيق ان شاء الله. الشيء الثاني الكثافه البارديه، الكثافه البارديه راهي مرتفعه مقارنه بالمعدل الوطني وعندك مناطق الجهه الغربيه تاع فازا يتفوق فيهم الكثافه البارديه 14000 14000 اليوم. لازم الانسان دائما يكون خطير، ما تستناش حتى المكتب البريد يولي مكتب دولار، تكون عمليه قبليه التوسيعة واستغلال كل ما يكون مجمع سكني يكون فيه كثافة باردية. السيد الولي هنا يتعاونكم باش يكون دائما يكون تخفيض، ما يخلوش حتى المواطن يكون في اكتظاظ، وهذا يأثر على نوعية الخدمات. مدام الولي تبدلنا الاوندروا هذاك واللوكال هذاك اللي متابع المحل البلدي احنا ماذا بينا للسيد الولي الاخر احنا نبغوا ناخذوه باش نسهلوا على المواطنين. احنا رانا هنا ناخذوا قرارات ماشي باش نشوفوا، كي يكونوا مشاكل لازم ناخذوا قرارات. صالح سرحنا ويا فوفي كما البرنامج المستطر 2020 في اطار الخدمه الشامله، خدمه شامله وتوفير وتوفير الخدمه في منطقه ظل برمجنا السيد السيد الوزير 16 محطه. عاودوا امنوا عندكم السيد الرئيس المدير العام كاين مشاكل تاع ارضيات. احنا زيارات الميدانيه هذا الهدف منها وجد الحلول، يعني ايجاد حلول ميدانيه. عندكم 16 محطه جديده مبرمجه في اطار الخدمه الشامله باش نعرفوا الصحفيين يوصلوا المعلومه. الدوله المناطق المعزولة هذو دارت لهم ميكانيزمات، لأن هذه المناطق المعزولة اللي كانت فيهم كثافة سكانية مش مرتفعة ما فيهمش مردود اقتصادية. الدولة الجزائرية وضعت ميكانيزمات لتعويض متعاملين في هذه المناطق بالخدمة الشمولية. الخدمة الشمولية يعني يتم تعويض من طرف صندوق الخدمة الشمولية متعاملين يديروا تغطية هذه المناطق المعزولة اللي ما فيهمش مردود اقتصادية. راكو برمجتو 16 منطقة في 2021. أول شيء نطلب منكم التنسيق مع مصاحب السيدة الوالية، إعلام المواطنين بلي هاو المناطق اللي تم تغطيتها وأعطيهم رؤية المواطنين. السيد رئيس المدير العام قال لي بلي كاين مشاكل تاع أرضيات. نسقوا مع السيدة الوالية لأن هذه المناطق المعزولة أغلبهم أراضي فلاحية وأغلبهم أراضي غابية. تم التنسيق مع السيدة الوالية، خبرونا باش حنايا نشوفوا ميكانيزمات مع وزارة الفلاحة لإيجاد أحسن الحلول لهذه المناطق ويتم تقاسم البنية التحتية. كما درتم أنتم تقاسم الموقع مع المتعاملين موبيليس نفشي مع المتعاملين الآخرين. حنا قلنا ما كاش إقصاء وما كاش تمييز بين المتعاملين، حنا يهمني المواطن توصلوا التغطية. ما كاش تمييز بين المتعاملين، القانون ما يدير أي تمييز بين المتعامل الخاص والعمومي. لكن هما عندهم حقوق عندهم واجبات، الواجبات تاعهم تغطيه المواطنين، ما يلقاونا حتى عذر. حنا اليوم قلنا سياسه تاع القطاع كل المواطنين سواسيه نوصل لهم التغطيه. اللي يسكن في المدينه يخرج يكون خارج المدينه باش نقصوا حنايا الناس اللي يروحوا كل الناس يقولوا يروح المدينه ولا يروح المدينه، يروح المدينه خاطر ما عندوش تغطيه حق. حتى الانسان اللي ساكن برا المدينه عنده حق يقري وليدو يكون عنده لوجينا تدفق عالي ويشتغل، ما يروح المدينه جو كيما هذا ما يروحش المدينه تاعك. راهو لاباس عليه هنا. الو. 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 شكرا. فهموا المواطنين بلي لاكاجي فيها لافو فيها لا داتا، مش يعرفوا باش نسمع على بالهمش. لازم ديروا انتم مجهود اخر في الاتصال.
باش المواطنين يتصلوا بلاويت يكون عندهم يعني فلاكات جي ان تي يكون عندهم تدفق ويكون عندهم الاسعار تاعو تاع نفوسي يعني مقارنه كاين بطاقات حتى تاع 100 دينار اللي تشدك اجور كاين تاع 100 دينار الحمد لله.